الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت، ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندونوا للقرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، شيء طبيعي ما يصرف لهم هاي الكلمة يخلوها. صار ما صار. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.